ما هي أفضل التمارين الرياضية لحرق السعرات الحرارية؟ هناك الكثيرون ممن يقومون بتطوير أنظمة لممارسة التمارين الرياضية قصد تحقيق احتياجات جسمك أو لإيجاد شيء تستمتع بالقيام به، وكذا لمعرفة ما هو التأثير الكافي لصنع فارق من أجل صحتك. لذا إن كنت لا تمتلك الكثير من الوقت فإليك إحدى طرق القياس، وهي معرفة كم من الطاقة يستهلكه كل تمرين تمارسه، أو بعبارة أخرى كم من السعرات الحرارية يقوم بحرقها. يجدر التنبيه إلى أمر مهم جداً، وهو أن ممارسة الرياضة لوحدها ليس بالأمر الكافي ليجعلك تخفض من وزنك. فإن كنت تأمل أن تصبح نحيفاً، فإننا ننصحك أولاً باستشارة طبيب حول الوزن الصحي المناسب لك، ثم تبني حمية قليلة السكريات. إن السعرات الحرارية التي تم حرقها خلال ساعة من التمرين تعتبر مقياساً جيداً لنجاعته. اعتماداً على البحوث المنشورة من طرف المعاهد الصحية، قامت عيادة مايو بوضع قائمة ل 36 تمريناً رياضياً وتأثيرهم على السعرات الحرارية. وهذه قائمة للتمارين العشر الأكثر حرقاً للدهون بالنسبة لفرد وزنه 91 كيلوغرام، وهو متوسط وزن الأفراد البالغين في أمريكا. التزلج يعتبر من التمارين الشديدة ويحرق 386 سعرة حرارية خلال ساعة. كرة السلة يحرق 728 سعرة حرارية خلال ساعة. كرة القدم الأمريكية تحرق 728 سعرة حرارية خلال ساعة. التنس يحرق 728 سعرة حرارية ويعتبر من التمارين المتعبة. الركض يحرق 755 سعرة حرارية. الركض على الدرج يحرق 819 سعرة حرارية. الركض السريع، الركض لمسافات طويلة يحرق 1074 سعرة حرارية ويعتبر من أسهل التمارين الرياضية. السباحة تحرق 892 سعرة حرارية. التايكواندو يعتبر الأكثر شدة في هذه القائمة ويحرق 937 سعرة حرارية خلال ساعة. القفز على الحبل يحتل المرتبة الأولى في هذه القائمة في حرق السعرات الحرارية، أي بمعدل 1074 خلال ساعة. ونشير هنا إلى أن أعداد السعرات الحرارية السالفة الذكر هي تقريبية فقط، وأن التمارين الرياضية التي تحرق أكبر كم من السعرات الحرارية ليست بالضرورة هي أفضل خيار لك، بل الأهم من ذلك هو التمرين الذي تستمتع به أكثر وتستمر بممارسته بانتظام. لتشجيعنا على العمل في القناة أكثر، لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله ونشره عند أصدقائكم، واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. ثقافة عامة، قناة تهدف لنشر الوعي الثقافي، محاورها عديدة: حكم وأقوال، معلومات ثقافية، أمثال وجميل كلام، وقصص وعبر، والكثير الكثير. لا نعتمد إلى حشو القناة بكميات كبيرة من الفيديوهات، بل نسعى لتقديم ما هو مميز ومثير بأفضل تقنية إنتاج مرئي. اشترك معنا لنأخذك في عالم من المعرفة والحقائق والثقافة، ولتزيد من فرصك في الربح. ثقافة عامة، طريقك إلى عالم المعرفة والإبداع.